اسمي محمد الصديق ملقب بالدوس. انا نتدرب نحن وهالحلوين الصغار ونقعد نشتغل نحن وياهم. ما في حدا اجا محترف، في اجا صغار يعني بالاعمار 7 سنين و8 سنين وبسم الله عم بيعز مساره. في شباب كبار اجوا كمان ما بيعرفوا شيء وما شاء الله عليهم عم بيعزفوا. اسمي مهدي احمد الصديق، عم بتدرب موسيقى، والموسيقى هي اساس الحياه. صار في انماء حياه توازن كثير يعني في حياتنا، هي الموسيقى تنمي لك حياه جديده وافكار جديده. اجيت لهون دربت على الدبكه وانا كثير حبيتها السينما وشفت كثير اشياء فيها. رسمت مره جينا لهون ورسمت كل شيء، انا كثير حبيتها. انا اسمي وعد وانا عمي كان يقول لي انه على المسرح وانا كثير حبيت اجي فاجيت معه. ولما اجيت دربنا انا وبنت عمي على الدبكه وكثير حبيتها للدبكه. وبالبيت كنا انا وياها نحط على اليوتيوب وكنا نتدرب عليها. اكيد بدك كل حدا بدك تتعامل معه بالطريقه اللي هو بحبها. بدك انت يعني انا بيجي الطالب لعندي بساله بيقول لي بدي انزل رسم، بعد شوي بيقول لي بدي طبلي، بعد شوي بدي جيتار، بعد شوي بدي. لا يعتمد هو على الشيء اللي بحبه، ودائما نحن بس نحب الشيء بيطلع منا شيء. اسمي حسين يحيى علويه، تعرفت عن المسرح عن طريق خيي. اول يوم يعني الي فتت على المسرح تعلموني على الطبل، وكان دغري تعلمت يعني كان شيء كثير تفاجأت من هالشيء يعني الصراحه. انه تعلمت لانه اول مره بحياتي بعمل هيك شيء. اول شيء هاي اول شيء تعلمته هون يعني، بعدين اللي بالعكس هاي وهيك يعني. ما بعدنا عم نحكي بدنا ناخذ الوزن، لو باجرنا بايدنا اللي بدنا اياه بعقلنا ناخذ وزننا نقدر نستعمل. ماشي، هي ما قلت لك هي الدم هون هي الدك هون. دم دك دك دم دك. انا محمد كحال النبطيه، انا هويتي من انا وصغير انه دق على الدربكه، وهلا كمان هينا عم نطور حالنا شوي بالدربكه. واهم شيء يعني بهالمسرح انه على القليله صار فينا نتحمل مسؤوليه شيء بحياتنا يعني. فهلا عم صير اتحمل مسؤوليه شيء بحياتي بهذا المسرح وعم اتعلم كثير اشياء. انا اسمي رفيف وانا جاي من زمان من هون وقديمه، بس اجيت لهون اول شيء تعلمت التمثيل، بعديها كنت احضر كثير مسرحيات كانوا يطبلوا عليهم على الطبل. اللي عملناه من الاساس صار عندنا شيء 23 24 شخص، هو فرقه كامله، الكبار طبعا معهم صغار، وفي عندنا شيء 9 بنات كمان بيعزفوا طبل، صاروا بشكل محترفين.